مرحبا بكم، نلتقي على موعد جديد يتضمن فقرات منوعة كما عودناكم دائما. ابقوا معنا على المتابعة والمشاهدة. نبدأ موعدنا بآخر التطورات الإخبارية ينقلها لنا الزميل شحادي عازم، محرر في موقع بانت وصحيفة بانوراما. سنحاول الاتصال به مجددا لنبدأ طبعا على كل الأخبار والتطورات في الآونة الأخيرة، وأكيد الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما يجري هناك، التطورات في الحرب. الزميل شحادي عازم. نعم أنا أسمعك معاد، مساء الخير لك. مساء النور. الزميل شحادي عازم محرر في موقع بانت وصحيفة بانوراما. لنبدأ مما يجري في أوكرانيا، ما هي آخر التطورات في الحرب الدائرة هناك؟ نعم معاد، قبل أن نتحدث عن الوضع الميداني في أوكرانيا، الآن يرد في خبر عاجل بأن بابا الفاتيكان البابا فرانسيس قام ولأول مرة في خطوة يقوم بها بابا الفاتيكان بزيارة سفارة أجنبية في الفاتيكان. وكالات الأنباء العالمية وكما يظهر أيضا في موقع بنت قبل قليل في خبر عاجل، البابا وصل إلى السفارة الروسية في الفاتيكان ليعرب عن قلقه وطلب وقف الحرب في أوكرانيا. هذه الزيارة تتم لأول مرة في التاريخ يقوم بها البابا بابا الفاتيكان لسفارة أجنبية، وهذا يدل على المساعي الدولية التي يعني تأخذ منحى دبلوماسي في هذه الساعات لطلب وقف الحرب. من ناحية ميدانية ميعاد، الحتلانات الأخيرة كما تظهر أيضا في موقع بنت وكما تردنا من عدة مصادر في وكالات أنباء عالمية، وأن القوات الروسية وصلت إلى مناطق في كييف العاصمة الأوكرانية، ومن ناحيته الجيش الأوكراني يحث السكان على المقاومة. هناك من يتحدث عن أن وزارة الداخلية الأوكرانية أصدرت تعليمات أو توجيهات أو إرشادات للجمهور كيف يمكن صنع عبوات ناسفة أو عبوات ناسفة فعلا وزجاجات حارقة، والكل يجمع معاد بأن هذا لن يكون كافيا أو رادعا للقوات الروسية التي تتقدم نحو العاصمة. نعم. سياسيا أو دبلوماسيا يظهر أيضا في موقع بنت خبر من النصف ساعة الأخيرة، وهي المكالمة التي أجراها رئيس الحكومة نفتالي بنت مع الرئيس الأوكراني. بنت أعرب في المكالمة وفقا لما جاءنا من مكتب رئيس الحكومة، أعرب عن تقديره للشعب الأوكراني وعن تعاطفه معه في هذه الساعات الصعبة، وعرض على الرئيس الأوكراني تقديم مساعدات إنسانية. نعم. هذا يأتي كله في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات في أوكرانيا التي تطلب المساعدة العسكرية من الغرب، ولكن المحللون يجمعون على أنه لن يكون هناك تدخل أجنبي من الغرب لصالح أوكرانيا على الأقل في الساعات أو الأيام القريبة. نعم، حدثنا الآن عن العناوين البارزة في موقع بانت. نعم، في العناوين الأخرى المحلية في موقع بانت نتحدث عن انعقاد مؤتمر العنف والتنمر المجتمعي في شفاعمر. هذا المؤتمر عقد ظهيرة هذا اليوم، بإمكان المتابعين أيضا متابعة قسم من هذا المؤتمر في الفيديو المرفق في موقع بانت. أيضا من الأخبار المحلية رسالة أو بيان مأمور الانتخابات في كفر مندا لأهالي كفر مندا بلال الحاج، أصدر بيان ويقول فيه بأن أهالي كفر مندا حافظوا على سمعة بلدهم الطيبة بأنهم تقبلوا نتيجة الانتخابات وأن يوم الانتخابات مر على خير وبدون مشاكل. للتذكير فإن قناة هلا وموقع بنت قام بنقل ميداني مباشر لوقت طويل جدا ليلة الانتخابات وقبل ذلك في يوم الانتخابات من هذه البلدة التي شهدت انتخابات معادة بسبب الطعون على نتائج الانتخابات السابقة التي قدمها علي زيدان الذي فاز في نهاية الأمر في هذه الانتخابات. نعم. طبعا إعادة الانتخابات كانت بقرار من المحكمة. أيضا من بين العناوين في موقع بنت، عشرات الأمهات من مدينة طمرة، من بينهن ليس فقط أمهات وإنما جدات،
اللواتي شاركنا بمشروع يطلق عليه فرصة ثانية وحصلنا على لقب جامعي أول، وأيضا عائلات عربية تحجز رحلتها لقضاء شهر رمضان المبارك. هذه بين قوسين يعني الموضة التي بدأت قبل الكورونا وخفت في سنتين الكورونا، على ما يبدو أنها تعود مجددا، أن هناك من يفضل قضاء شهر رمضان المبارك في اسطنبول التركية. نعم، وماذا بشأن حالة الطقس؟ الشتاء والأمطار المباركة عادت وبقوة. نعم، منذ الليلة الماضية أو منذ يوم أمس بدأنا نشهد تراجع درجات الحرارة، وفي ساعات الليل وصباح اليوم وحتى الآن هناك أمطار بزخات متفرقة أحيانا قوية جدا في مناطق الشمال وأيضا هنا في منطقة المركز، وما يعني نهاية الأسبوع يستمر تأثر المنطقة بلادنا بالمنخفض الجوي. هنا الراصد الجوي وأنا أقرأ من موقع بنت وفقا لحالة الطقس المنشورة في موقع بنت بأنه سيكون يوم غد الطقس غائما جزئيا إلى غائم شديد البرودة، درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي بحدود 6 درجات، وأيضا الراصد الجوي يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار هذه الليلة ويوم غد مرفوقة أو مصحوبة بعواصف رعدية. نعم، نتمنى للجميع نهاية أسبوع آمنة ودافئة. نعم وموفقة. شكرا لك على هذا الموجز. شكرا.